Terus bersama menggapai rahmat Yang Maha Esa dengan mendengar alunan ayat suci Al-Quran yang mulia oleh peserta kelima dari surah Fatir bermula ayat lima. أما الآن أيها السادة الأعزاء يحين موعدنا مع المشارك الخامس لهذه الليلة والذي سيتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله المحكمات ابتداء من الآية الخامسة من سورة الروم فليتفضل مشكورا. Dengan ta'zimnya dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فإن
تصنعون فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات أجاج
Cintai Allah, demikian alunan wahyu suci ilahi yang diperdengarkan oleh saudara Muhammad Husaini bin Mahmur, peserta negara tuan rumah Malaysia. وهكذا أيها الحفل الكريم لقد استمعنا قبل قليل إلى التلاوة المباركة من سورة فاطر للقارئ السيد محمد حسيني بن محمور ألا وهو المشارك من الدولة المستضيفة ماليزيا.